اه، هل حسيت انه في حد مثلا انت ظهرته او بدأت معاه واتشهر اكتر منك؟ والله ما بيشغلنيش اللي هو يتشهر اكتر مني، لان ده رزق مكتوب له، فان هو يتشهر اكتر مني ده ما يشغلنيش. ما بس يعني ما بيفرقش معاك لا لا لا، خالص. بس ان هو يتغير دي تفرق طبعا معايا، فاهمة؟ لما ليه يتغير معايا وكده تفرق كتير، طب لان انا وقفت معاك وبذلت مجهود معاك جامد، فما هلاقيك تتغير او تبعد او كده حد غدر بيك، غدر الصحاب. عادي. هي دي. هي غدر الصحاب. هتقدر تقول أسامي؟ لا استحالة طبعا. طب هم احكي لنا عارفين موقف، يعني نفسهم. احكي لنا موقف واللي سمعنا عارف نفسه. موقف اه، حد انت وقفت جنبه جامد قوي ويعني اتفالين. لا، انا جيت لي فترة اللي هي لقيت كده كان في حصل كام موضوع ما كانش ليا فيهم اصلا، اه وحد حطني في المواضيع ديت، حد كنت انا واقف معاه وحطني في المواضيع ديت، مواضيع جامده جامده جامده، ما كانش يعني انا موجود اصلا في الصوره، ايه المواضيع دي؟ مش هعرف اتكلم فيها الصراحه يعني. انت في مشكلة بينك وبين حمو بيكا ولا انتوا لا حبة؟ لا عادي، احنا اخوات في الاول والاخر، وبعدين احنا بينا عشره كبيره يعني. معناها احنا اخوات؟ دي ماشي، كلنا اخوات، معناها كده ان في مشكلة. امال في اشاعات طالعة، يعني في حاجات كتير دايرة وكلام برضو. ما عادي، هو كل يوم بيطلع إشاعة جديدة، كل يوم بيطلع اشاعات، في ناس تبقى فاضية مش لاقي حاجة تعملها وتطلع إشاعات. يعني مش صح. لا انتوا اخوات واصحاب وحبايب وشغالين. طيب اخر حاجة عملتوها مع بعض ايه؟ من سنة كده عملنا قمر التيك توك. من سنة خلاص كده انا لنكت. اغنية رب الكون ميزنا بميزة، لما عملتها كان يعني حاسس ان هي هتنجح النجاح لا الفظيع ده، ما كنتش خالص، متوقع خالص. لا نهائي. احكي